أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة الأحباب المسجلين في مساق طرق البحث العلمي، نرحب بكم في المحاضرة الثالثة من المساق، والتي فيها سنتحدث عن عنوان مهم وهو Topic Selection for Scientific Research، كيفية اختيار الموضوع البحثي. أنت كباحث كيف ستختار الموضوع اللي تبحث فيه؟ هل أي موضوع يستحق البحث؟ بالطبع لا. هل هناك مواضيع مهمة ومواضيع أهم من مواضيع أخرى؟ نعم، هناك مواضيع أهم من مواضيع. كيف نفاضل بين هذه المواضيع من حيث الأهمية؟ كل هذه التساؤلات سنجيب عنها من خلال هذه المحاضرة. بداية، في عندنا كرياتيريا فور Selection of Research Topic، المعايير اللي أنا بناء عليها بختار الموضوع البحثي. هل الموضوع يستحق أن أنا أبحث فيه، أعمل دراسة فيه، أم لا يستحق؟ عشان أحكم أنه بيستحق أو لا يستحق، لازم أعرضه على مجموعة من المعايير. المعايير هذه معظم كتب البحث العلمي تتفق عليها، وهي 7 معايير، في بعض الكتب 10 معايير، لكن هذه 7 هي الأهم. أول معيار relevance or significance، بمعنى الموضوع البحث هذا لازم يكون ذو أهمية بحيث ينطوي عن تحقيق تقدم في المعارف في هذا التخصص. كيف يعني؟ لو أنا تحدثت أنه هناك دراسة تبحث في إيجاد علاج جديد لمرض السكري، وهناك دراسة أخرى تبحث في إيجاد علاج جديد لمرض الأرتكاريا مثلا، اللي هو التحسس من المياه، عبارة عن طفح جلدي يصيب الناس أو بعض الناس عند ملامسة الماء، وطبعا المرض هذا نادر جدا 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 نادر. هل يا ترى مين الموضوع هيعتبر أهم؟ أكيد الموضوع اللي بتكلم عن مرض السكري، لأنه مرض منتشر ومرض شائع، بتكلم متوسط من 8-10% البريفالنس بتاعه، بالتالي هذا الموضوع أكيد حيكون مهم. حتى في مجموعة أسئلة questions to be asked included، في أسئلة لازم تسألها أنت لنفسك كباحث. How large or widespread is the problem؟ ما مدى انتشار هذه المشكلة؟ Who is affected؟ من الناس الذين يصابون فيها؟ How severe is the problem؟ ما مدى حدتها ومدى خطورتها؟ كل هذه الأسئلة مهمة. المعيار الثاني avoidance of duplication، مهم جدا إنه إحنا نتجنب تكرار البحث في موضوع بحث فيه سابقا. ليش؟ لأن هذا الأمر يعتبر إضاعة للوقت وإضاعة للجهد وإضاعة للمال، وأيضا لن يستفيد المجال العلمي أو الصحي شيء من البحث في هذا الموضوع. شيء تم بحثه خلاص، لكن رب سائل يسأل، هل هناك مواضع أو مواطن أو حالات يمكن إعادة البحث في موضوع بحث فيه سابقا؟ أنا حقولكم نعم. إذا كان الموضوع أو البحث الذي أجري سابقا، يعني قبل البحث اللي أنا كباحث بدي أجريه الآن، إذا كان هناك تساؤلات رئيسية لم يجب عليها البحث السابق في النسخة الأولى، فأنا أكيد بقدر أعمل البحث، لأنه مبرر قوي إنه البحث الأولاني يعني إن العمل على نفس الموضوع في جابز كتير، في فجوات كتير معرفية لم يستطع الإجابة عليها، بالتالي أنا كباحث بدي أحاول أن أجيب عن هذه الفجوات، بالتالي أنا بدي أحاول أن أجيب عن هذه الفجوات. 2، لو وجدت أو اكتشفت طريقة عمل أو طريقة تحليل أو طريقة اختبار أدق من التي استخدمت في النسخة الأولى من البحث، أكيد في الحالة هذه أنا برضو بقدر أعيد البحث. تمام؟ حالة ثالثة، إذا كانت النسخة الأولى من البحث
أجريت في بلد غير بلدي، أو في منطقة جغرافية غير المنطقة الجغرافية اللي أنا موجود فيها، أو في مكان بعيد عني. وكانت العوامل المؤثرة والمتعلقة ومتغيرات الدراسة في بلدي مختلفة عن ذلك البلد. تمام يا أحباب؟ يعني إحنا النورمال رينج للهيموجلوبين عندنا يختلف عن النورمال رينج للهيموجلوبين في أمريكا، عشان شيء هذا له علاقة في موضوع اللي هو العرق. تمام يا أحباب؟ تمام. وحالة رابعة برضو ممكن أعيد فيها البحث بعد سنوات، عدة سنوات من إجراء الدراسة الأولى أو البحث الأول. يعني لو ضربت مثال، هذا طبعا بكون في الدراسات الوصفية عادة، لو ضربت مثال دراسة بدي أشوف الانتستينال بارازايت عند الأطفال، يعني بريفلنس أوف انتستينال بارازايت أمانج سكول تشيلدرين على سبيل المثال في شرق غزة أو في خان يونس. هناك دراسة أجريت حول هذا الموضوع قبل 5 سنوات، أصبح أنا بقدر أجري دراستها هالقيف، لأنه طبيعي خلال 5 سنوات صار تغير، حتى بعد مش 5 سنوات، بعد سنة وسنتين بصير تغير. وهذه الدراسات الوصفية اللي بتتبع اللي هو الأوبئة بشكل عام، الدراسات الوبائية يعني يفترض بشكل دوري يتم إجراها عشان يتم متابعة الحالة الوبائية. تمام يا أحباب؟ كمان مرة نذكركم، قلنا الكرياتيريا المعيار الأول بقيس عليه اللي هو الريليفانس أو السيجنيفيكانس، المعيار الثاني أفويدانس أوف دوبليكيشن، المعيار الثالث أحبابي اللي إحنا بنحكي عنه فيسابيليتي أو براكتيسابيليتي، بمعنى إنه بدي أتأكد إنه الدراسة هذه أنا بقدر أشتغلها، بقدر أعملها، يعني القابلية للتطبيق، القابلية للتطبيق. لازم أتأكد من توافر عينة الدراسة، بدي أتأكد من المرافق، الأدوات، المحاليل، المختبرات، أماكن توزيع العينة، أماكن جمع البيانات، الخبرات اللازمة تكون موجودة إلي أنا كباحث. تمام. التكلفة المالية، كل الأمور هذه لازم أتأكد إنها موجودة. عشان هيك زي ما هنتعلم في محاضرات مقبلة إن شاء الله رب العالمين، في حاجة عندنا اسمها البايلوت ستادي. البايلوت ستادي بتكشف لموضوع الفيسابيليتي والبراكتيسابيليتي. عبارة عن إيش البايلوت ستادي؟ إيش تعريفها؟ إنه عملية إجراء الدراسة كلها من الألف للياء. يعني أنا بأمسك الاستبانة بوزعها على الفئة المستهدفة، إذا كان في عندي استبانة، إذا في مقاييس طبعاً الفئة المستهدفة كلها لا، بمسك 5 أو 10 أشخاص من الناس اللي بدي أشتغل عليهم. 5 أو 10 هتقول عددهم قليل، أحسن ما أشتغل على 500. 5 و10 بوزع لهم الاستبانة، بأخذ منهم، بسحب من عينات الدم، بعملهم التحاليل، إذا في فحوصات أخرى أنثروبوتيك ميجرمنتس مثلاً بادي ماس إندكس واستهبريشو، أي فحوصات برضه بعملها على 5. بعد هيك بأمسك اللي هو النتائج هذا وراح بحلل تحليل إحصائي. تمام. أو قبل التحليل الإحصائي بعمل الاختبارات المعملية، بتأكد إن الاختبارات المعملية شغالة صح، وبتأكد إنه المحاليل موجودة. يعني بعمل دراسة من ألف للي على 5 أو 10 أشخاص بدل ما أعملها على 500. ليش؟ لو لا قدر الله، لا قدر الله أنا أجيت جمعت العينات من 500 ولقيت أحد المواد اللي بدي أفحصها الريجن تبعه مش موجود، ورحت أصبح أنا وقت وجهد اللي ضاع على 500 ضاع. لو لقيت مثلا وانا بعبي في الاستبانه مع ال 500 الاستبانه طويله، بس انا خلاص صرت واجر، يعني بدي اضطر اكمل البحث مع ال 500. لكن لما اكون انا مع 5 شغال، والله من خلال تعبئه الاستبانه وانا بسالهم في الاسئله لقيت استبانه طويله، معناته انا لازم اقلل اسئله الاستبانه او احاول ادمج بعض الاسئله في بعض عشان الناس اللي قدامي ما تملش. اليوم انا كيف عرفت انه الاستبانه طويله، او في بعض الاسئله في الابتسامه في الاستبانه مش واضحه، او في بعض الاسئله دائما بتكون تفهم عكس المراد منها. كل الاشكاليات تبعتي بتظهر من وين يا احباب؟ بتظهر من خلال البايلوت ستادي. تمام. فالبايلوت ستادي بتجنبني انا اخسر مخاسر كبيره. 5 اشخاص بسيطه، اتغلبت مع 5 احسن ما اتغلب مع 500. تمام. اصطدمت في مشكله مع 5، مش مشكلة، الخمسة مش مخسر على الدراسة، لكن مع 500 مخسر كبير. عشان هيك زي ما هنعرف قدام بضوية تصطدم مهمة جدا، بتكشف لي أو بتعمل عملية تيست أو تشيك أب لموضوع الفيسابيليتي أو البراكتيسابيليتي، قابلية الدراسة للتطبيق. نقطة رابعة أو معيار رابع، بوليتيكال أكسبتابيليتي
اللي احنا بنسميه انه يكون الموضوع انترستنج. ايش انترستنج؟ يعني جدير في الاهتمام. تمام يا احباب، لازم الموضوع يكون جدير في الاهتمام. يعني مثلا لو انا واحد قدمت بروبوزل لجامعه او لجهه داعمه او لشركه بتدعم البحث العلمي حول علاج جديد لعلاج سرطان الثدي، اكيد حلاقي ناس كثير تدعمني، بالذات امراض السرطانات والامراض يعني الخطيره المنتشره بشكل كبير هذه. اكيد الشركات الادويه حتتشجع، الحكومه حتتشجع، الجامعه حتقول توكل على الله، موضوع كثير مهم. طب لو قلت انا والله انا بدي يا شركات او يا جامعه او يا حكومه بدي تدعموني في موضوع حول تقييم تغذوي لمرضى السكري، اقول لك الموضوع كويس يعني ماشي حاله، لكن اشتغلوا لحالك تقييم تغذوي. ليش؟ موضوع تقييم التغذية حيفيد مرضى السكري لحالهم، لكن علاج السرطان الجديد لو نجح معايا حيفيد مين؟ المرضى، وحيفيد الحكومة يوفر عليها مصاريف، وحيفيد شركات الأدوية والعلاجات لأن هي حتبيع علاجات، فأصبح هنا الشيء انترستينج أكثر. الموضوع انترستينج أكثر، فكون الموضوع انترستينج أكثر فأكيد حلاقي جهات داعمة أكثر لإله. تمام يا أحباب؟ فموضوع اللي هو البوليتيكال اكسبتابيليتي او الانترستنج من المواضيع من الاهميه بمكان، والمواضيع اللي لازم اخذها بعين الاعتبار. المعيار الخامس اللي هو ابليكابيليتي اوف بوسيبل ريزلت اند ريكومنديشن، القدره على ايش؟ تطبيق النتائج وتوصيات هذه الدراسه، قابليه نتائج وتوصيات البحث او الدراسه للتطبيق. يعني انا عملت بحث وطلعت نتائج غير قابلة للتطبيق، كأنك أبو زيد مغازي مثلا. دراسة طلب مني دراسة أعمل دراسة حول أسباب ارتفاع النفقات التشغيلية لدى المؤسسات الحكومية، نفترض مستشفى ما، مستشفى غزة الأوروبي مثلا. عملت الدراسة وجدت والله العظيم أن هناك إهدار تمام من قبل المدراء العامون في المستشفيات أو من قبل المدراء، وجدت أن هناك ضعف في رقابة المدراء على الإنفاق، وجدت مشاكل كثيرة. أول توصية في الدراسة تبعتي فصل جميع المدراء. طب إيش رأيك التوصية هذه؟ هل هي حيتم الأخذ فيها؟ توصية ثانية، عندنا مختبرين في مستشفى غزة الأوروبي لازم نسكر واحد منهم. إيش رأيك بهالتوصية؟ هل قابلة للتطبيق؟ توصية ثالثة، إغلاق قسم على سبيل المثال الحمل الخطر ب، لأنه في عندنا قسم حمل خطر ألف. توصيات صح بتقلص نفقات، لكن التوصيات بتضر، توصيات بتأثر على الخدمة الطبية، فلازم تكون التوصيات والنتائج تاعت الدراسة قابلة للتطبيق، وإلا حتكون دراستك على الفاضي. اشتغلت، تعبت، غلبت حالك، محدش هيعبرك ولا يتطلع في دراستك. ستة من المعايير المهمة جدا، urgency of data needed، سرعة الحصول على النتائج مهم جدا. ليش مهم جدا؟ من أجل اتخاذ القرارات. عشان هيك كثير من الأبحاث الاكسبيرمنتال بتلاقيها بتجرى على الفئران، لأنه فترة حياة الفئران قليلة، والفئران الميتابوليزم بتاعها والأيض بتاعها قريب من الإنسان. بعد ما تخلص على الفئران بتم نقلها على الإنسان، وقبل الإنسان طبعا القرود وبعض الحيوانات بعدين الإنسان. فاللي بنعنيه اللي بعنيه هنا سرعة الحصول على النتائج مهم جدا عشان اتخاذ القرارات. أنا دراسة نتائجها بدها تطلع لي بعد 3 سنوات، إيش استفدت؟ بالذات لو دراسة كانت تبحث عن حلول لأزمة أو لمشكلة صحية أو لمشكلة إدارية في مستشفيات أو في أماكن. لا، كلما كان وقت الحصول على البيانات والداتا أقرب وأسرع، كل ما كان القابلية لتطبيق الدراسة أحسن. في دراسات بتكون لونجيتيودينال، هنتكلم عنها شرح قدام، على مدى سنوات، بس هذه دراسات بتدعمها حكومات بتكون ماشية ضمن المسارات، زي الدراسة اللي فحصت العلاقة ما بين الكانسر والسموكينج، دراسة مشهورة قعدت حوالي 10 سنوات في التسعينات كانت، فهذه دراسة حكومة كانت دعمها أو حكومات بالأحرى. تمام يا أحبابي؟ طيب، 7 ethical acceptability، إذا كان أي بحث بده يسبب أذية لناس فبلا منه، بلا منه. طيب ناس بقول لك طب احنا مضطرين، انا في عندي علاج جديد بدي اجربه على مرضى السرطان، مضطر. في حل للامر هذا، تيجي لناس وتوضح له الوضع هذا وتقول له عوامل الاختطال للبحث، تمام، هذا طبعا يجرى في الدول الاوروبيه، وتقول له في فلوس وانا بتكفل فيك لو صار معك اي مشكله. بالنسبه لمريض سرطان بقول لك ما انا يعني اجرب مش خسران،
ولا لا مش خسران، بيتم توقيع عقد ما بين الشركة أو اللي بتتبنى الباحثين أو ما بين الباحثين والسامبل أو العينة من الأشخاص هذول مقابل مبلغ مالي معين، وعلى أن تتكفل الشركة أو اللي هو الفريق البحثي بعلاجهم لو تعرضوا لأي أضرار أو أي مشاكل. يعني بصير عملية اتفاق. الدول الأوروبية بتلجأ لأساليب ملتوية، من ضمنها تروح لدول في أفريقيا، دول عالم ثالث، تجرب الأدوية هذه في السجون على الناس من غير أن يدروا، أو على المساجين من غير أن يدروا من غير أن يعرفوا، من خلال طبعا اللي هو سلطات الدولة أو كذا. وطبعا يعني القوة بتلعب دور والسيطرة بتلعب دور في الأمر هذا. سكيل فور ريتنج ريسيرش توبكس. تو تحدثنا قبل قليل عن المعايير اللي بناء عليها، البعير اللي بناء عليها انا بقيم اهميه الموضوع تبعي. قلنا طبعا ريفيلانس سيجنيفيكانس، ريليفانس سيجنيفيكانس، افويدنس اوف دوبليكيشن، فيسابيليتي براكتيسابيليتي، بوتيكال اكسبتابيليتي، ابليكابيليتي اوف بوسيبل ريزلتس اند ريكومنديشن، ايرجنسي اوف داتا نيدد، ايثيكال اكسبتابيليتي، القابليه يكون يعني في الاعتبارات الاخلاقيه محطوطه في الاعتبار. لان المعايير هذه بدي احولها لسكيل، المعايير هذه بدي احولها لسكيل لمقياس. الان بدنا نعرف كيف نستخدم المعايير هذه في المفاضله بين عده مواضيع. عده مواضيع الباحث ينوي تمام انه يجري احدها. لو انا باحث عندي موضوعين او ثلاثه محتار اي موضوع من الموضوعين هذول بدي اجريه، كيف انا بدي اجري؟ ان هو واحد بدي اختار عشان اشتغله او ابحث فيه او اجري، اكيد المعايير هذه هي المسطره تبعتي او هي المقياس تبعي. رحنا المعايير هذه قسمناها، تم وضع مقياس او سكيل لكل معيار من هذه المعايير، مكود من واحد لثلاثه. مفاتيح الاكواد هيها موجوده امامكم. يعني في الريليفانس لو كان الموضوع not relevant بحط له واحد، يعني مش كتير مهم، مش كتير ذو علاقة، يعني مش كتير مهتم فيه. relevant بحط له اثنين، very relevant مهم جدا بحط له ثلاثة. بخصوص معيار avoidance of duplication ايش التكويت تاعه؟ واحد sufficient information already available، يعني في معلومات كتير حول الموضوع هذا، يعني مش مستاهل ابحث فيه، موضوع معروف ومبحوث فيه كتير. اثنين some information available but major issues not covered، يعني في جوانب مهمة في الموضوع لم يتم إبرازها في الأبحاث التي تناولتها مسبقا، فأنا بأكوده في اثنين أو بعطيه وزن نسبة اثنين. ثلاثة not information available on which to base problem solving، بمعنى أنه يعني الموضوع فيش معلومات كافية فلازم ابحث فيه. في قضايا او جوانب مهمه في الموضوع هذا ما لم يتم حلها. فيسابيليتي شرحه، يعني مدى جداره الموضوع باهتمام الداعمين واصحاب القرار. والله واحد استدل نت فيسابل، يعني مش كتير يعني مهمه او كتير بتجذب انتباهه، ومش كتير برضو موجود ايضا، مش كتير موجود ايضا، عفوا الفيسابيليتي بقصد فيها مدى امكانيه تطبيق الموضوع. استدل نوت فيسابل، والله صعب اطبقها، في عوائق كثيره، في ادوات مش موجوده، في اجهزه، في مقاييس معينه بدي اياها، الاجهزه اللي بتقيسها مش موجوده. استدل فيسابل يعني بكون وزنها نسبه 2، في يعني ماشي الحال ممكن امشي حالي. 3 استدل فيري فيسابل، يعني بمشي وانا مقوي قلبي. بوليتيكال استبتابيليتي، واحد topic not acceptable، معناها topic يعني somewhat acceptable، يعني أحيانا ممكن يكون قابل جدير بالاهتمام، وأحيانا ممكن يكون يعني ممكن. اثنين topic fully acceptable، يعني أول ما هتشوف الشركات والحكومة هيمسكوا فيه يقول لك اشتغل توكل على الله، فبروح بحط له وزن نسبة 3. applicability تمام اللي هو 5، واحد not a chance of recommendation being implementation، اثنين some chance of recommendation، ثلاثة good chance، طبعا ثلاثة أفضل. urgency واحد information not urgent needed،
مش هتخرج على طول، هتطول معايا البيانات لما تطلع. اثنين، وزن نسبة لانفورميشن كود بي يوز، بس ممكن يصير تأخر لعدة أشهر. ثلاثة، داتا فيري ايرجنت، يعني هذا أحسن شيء إنه البيانات أشتغل على طول تطلع لي، هذا أفضل شيء. ethical acceptability، major ethical problem، يعني هذا البحث في مشكلة أخلاقية كبيرة، اعتداء على حقوق ناس، اعتداء على صحة ناس، ممكن يسبب أضرار لناس معينة. منهم يعني قليلة، وأعتقد قليلة بفلوس بتمشي يعني. ثلاثة، not ethical problem، آسف، no ethical problem، يعني فيش مشكلة أخلاقية، فبالتالي بمشي الأمر وبمشي الموضوع. إن شاء الله في المحاضرات القادمة يعني هنتحدث معكم في التجريب وفي التعليم من خلال فيديو مصور حول كيفية البحث عن مقالات علمية حول المواضيع. يعني الآن اخترت موضوع معين، كيف بدي أبحث مقالات علمية وأنزلها وأستخدمها في هذا الموضوع. شفتوا اللي هو المعايير اللي تو تكلمت عنها أنا؟ هيها prevalence, avoidance of duplication, feasibility, critical acceptability, applicability, urgency of data need, ethical acceptability. لو أنا عندي ثلاث مواضيع بدي أجري واحد منهم، بدي أجري موضوع مثلا حول أعمل بحث حول a new drug for cancer، بحث ثاني حول a new drug for urticaria، تمام؟ قلنا لكم تو إيش معنى اللي هي الأرتيكاريا، اللي هو مرض حساسية المياه، مرض النادر. وموضوع مثلا ثالث نيو دراج فور انتستينال بارازايت، خلايا المعوية. أنا صراحة محتار مين أختار من الموضوعين الأولانيين، اللي هو النيو دراج فور كانسر ونيو دراج فور أرتيكاريا. بروح إيش؟ بعرضهم على المعايير الريتنج شيت اللي تو أنا تعلمتها، وعرفت كمان إيش الكودز تبع كل المعايير. نيو دراج فور كانسر، فكر كود بحث حول الكانسر مش حيكون كتير بشد الاهتمام ومهم، significance أكيد، فعشان هيك أنا حطيته ثلاثة، أعلى درجة من درجات مين؟ السيجنيفيكانس، زي ما شفنا توي شايفينها ثلاثة، أعلى درجة من درجات الريليفانس اللي هي السيجنيفيكانس، very relevant، تمام يا أحباب. avoidance of duplication، هل في ناس اشتغلت على نفس الموضوع؟ بتوقع إنه في ناس، أبحاث سرطان كثيرة، فبالتالي أنا حطيت سكور 2 يعني كدرجة متوسطة. إيش معنى 2؟ معناها some information available but major issues not covered، يعني في كثير أمور بحاجة لأنه إحنا نغطيها. feasibility، إمكانية اللي هو تطبيقه، أعتقد إنه تطبيقه سهل، ممكن نتغلب مثلا نلاقي جهاز معين في التشخيص مش موجود، نضطر نبعث العينات برا، طريقة معينة، تمام. عشان هيك حطيت 2 اللي هو معناها study feasible consideration available resource، يعني ممكن تطبيقها وإن لم تكن بنسبة 100% كل الريسورس موجودة. political acceptability، أوه ما حيصدقوا الناس الداعمين وأصحاب القرار، عشان هيك حطيت لها 3. applicability، القابلية للتطبيق، 3. urgency of data needed، غالبا دراسات الكانسر يعني ما بتغلبش على طول بنحصل على البيانات بتاعتها. ethical acceptability، بدي أكون حذر في الجانب هذا، ممكن أعمل دراسة في السرطان تكون ethical acceptable، ممكن تكون دراسة ethical not acceptable، غير مقبولة أخلاقيا، ليش يفيده؟ طب لو جيت أنا لنيو دراج فور أرتيكاريا، هل الموضوع ليش حطيت أنا واحد في الريت؟ لأن الموضوع مش كتير مهم يعني، عفوا، وين يا مرض رير جدا يعني بصيب واحد من كل مليون، لا أنا بدي أدور على مرض شائع جدا. avoidance of duplication، دراسات حواليه كتير كتير نادرة جدا، فبالتالي duplication حكون فيش duplication أصلا. feasibility، حكون فيه صعوبة، لف كل غزة مش حتلاقي واحد، إذا لقيت واحد بدك تجيب الثاني من مصر والثالث من الأردن، إيش رأيك؟ تقعد تلقط في العينات تلقيط، صعبة الأمور. political acceptability، أكيد حكومة وجهات داعمة وكذا، بقول لك لو جيت على شركة أدوية أو شركات بدها تدعمك للبحث، بقول أنا بدي أطلع علاج كل اللي في العالم المصابين فيه وجوش 2000 ولا 3000، انا بدي علاج يكون فيه ملايين، علاج يعالج مرض مصاب فيه ملايين، ليش بدك تبيع الشركه بدها تتربح؟ والحكومه نفس القضيه، الحكومه بدها تهتم في علاج للسرطان ولا علاج لمرض اللي هو يعني يمكن لو لفيت كل غزه او كل فلسطين ما تلاقيش، كل غزه واحد وكل فلسطين لاقي 4 5 مصابين فيه. ابليكابيليتي طبعا في صعوبه كثيره في التطبيق. urgency of data needed، احنا بس اجمع العينات يا مسهلها الحصول على الداتا نيدد، وطبعا الارقام هذه افتراضيه مش انه انا يعني حطيتها بيرفكت، ف
فانت بناء على بحثك ودراستك بتقيم الرقم وبتقيم الوزن النسبي الانسب. ايثيكال اكسبتابيليتي بافترض انا انه ممكن يكون ايثيكال اكسبتابيليتي، ما فيش فيه اي مشكله. اشكر لكم استماعكم، الله اسال لكم التوفيق.